تحظى مشاركة المرأة في الانتخابات بأهمية في نجاح العملية الانتخابية المقبلة. المرأة النجفية تؤكد أن دورها كناخبة ومرشحة لن يكون أقل أهمية من دور الرجل في الانتخابات ووضع وتشريع القوانين التي تصب بالصالح العام. الزميلة آلاء الشمري والتفاصيل. قد تقول كثير من الناخبات في النجف: ماذا يفعل صوتي؟ أما التجارب الانتخابية فتؤكد أن صوتاً واحداً قد يؤثر على نتائج الانتخابات، كما أن القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية كفلت المشاركة السياسية للمرأة، وفي الدستور العراقي حقوق المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات بحرية تامة للنساء والرجال على حد سواء. نسعى انه تصير فد مشاركه واسعه للمراه باعتبار انه هي وجودها فعلي وتمثيلها جدا مهم، وانه هي تشكل اكثر من نصف المجتمع، اذا فصوتها راح يكون جدا مهم ومؤثر. اكثر من 30 شخصيه نسائيه مرشحه للظفر بثلاث مقاعد لتمثيل نساء النجف تحت قبه البرلمان العراقي، مرشحات يؤكدن ان عملهن البرلماني في حال فوزهن لن يقتصر على خدمة النساء فحسب، بل هدفهن الخدمة العامة لمختلف شرائح المجتمع المظلومة. الوضع التعب بالعراق يحتاج إلى تقدم، يحتاج إلى جهد، فإن شاء الله إن الله وفقنا. بالعكس أجد المرأة أول من ستسعى إلى تحسين واقع بلدها، لأن هي دائما نشوفها ناجحة بأسرتها وباهتمامها ببيتها. الطابع الملتزم الذي تتميز به محافظة النجف الأشرف لم يمنع هذه المرشحة من التنافس بقائمة منفردة، وتذكر أن ضعف التمويل المالي تحد آخر تواجهه المرشحات المستقلات، في المقابل تحصل المرشحة في قائمة حزبية على تمويل لدعاياتها الانتخابية. المرشحة المستقلة دعمها أقل من المرشحة اللي تابعة الحركة أو الحزب، لأن تدرين هو عنده تنظيم وعنده فلوس يدعم مرشحته، بينما المستقلات ما عندن منين يجيبن. مثلا أنا كمستقلة، أنا مزقوا صوري، أرد هسه أعلق صور ما عندي، حقيقة ما عندي، يعني أنا حايرة هسه شلون أكمل، وصلت للأخير ما عندي فلوس. هي المرأة النجفية إذن بين اختيارين، الأول من يمثلها في البرلمان، والثاني بأن تصل هي إلى البرلمان، وما بين هذا وذاك فإن المرأة تريد أن تثبت بأنها ليست على هامش السياسة في العراق. لقناة الرابعة آلاء الشمري، النجف الأشرف.